اتفضل. ممكن اعزمك على العشاء عندك؟ ما كنتش عارفه ان حضرتك هنا. بتعملي ايه؟ انا طالعه لك عشان ما تقوميش بالسرير. يلا يا حبايبي اتفضلوا بالهنا والشفا. لو عوزتوا اي حاجه اندهوا بس وقولوا يا جزر، وشوفوا بقى مين اللي هيسال فيكوا. عامله ايه دلوقتي؟ انت عارفه وانا حامل في ادم حصل لي نفس اللي حصل لك بالظبط. الدكتور قال لي لازم افضل نايمه على ظهري، متعب من يومه. تعبك انت كمان ولا عقل على ايدك؟ هو عصبي بس انا عارفه انه من جوه طيب وحنين. عصبي ومجنون وكل شويه بشخصيه مختلفه، وانا ببقى لسه مش عارفه اتعامل معاه زي ما انت لايصه كده بالظبط. على فكره انا مش فتانه، انا عندي 5 ولاد بس عايزه اعتبرهم 6. الخمسه اللي قبلك لما كانت حاجه بتضايقهم كانوا بيجوا يحكولي، بس خلاص بطلوا العاده دي، حاسين انهم كبروا عليا. لو عايزه بقى تعوضيني عن الاحساس ده يبقى كتر خيرك. ولازم تعرفي اللي هيتقال بينا مش هيخرج بره. يا ستي اعتبريني وحماته هو مش حماتك انت. طيب هو ممكن حضرتك تقربي عليا احضنك عشان انا خايفه اقوم فاكب الاكل على السرير؟ لكن لو اتدلق على السرير بسيمه هتعمل لنا مشكله.